أمب 41 الشركة المتخصصة في تجهيز سيارات الرحلات. يا مرحبا أخوي عبد الله. هلا أخوي فايز. الله يحييك ويبقيك. تسلم. تسلم. خير السهالة وجودك. نحن وين؟ احنا طال عمرك اليوم في اكسبو الذيل في معرض المغامرات والتخييم. احنا مشاركين هني اليوم في هذا المعرض مثل كل سنة نعرض منتجاتنا. نحن شركة إماراتية متخصصة في تجهيز سيارات الرحلات وسيارات البر. نجهز سيارات بمنتجات معروفة عالميا. احنا موزعين معتمدين لكذا نوع او كذا براند من البراندات اللي هو الألوكاب. وعندنا طبعا بنشرح لك اكثر على السيارة بعد هناك على اساس تشوف شو من المنتجات الموجودة عندنا. ما شاء الله عبد الله شو الترتيبات الجميلة ما شاء الله بيت متنقل. اي نعم هذه احنا عندنا السيارة جاهزة للتخييم. السيارة طبعا راكبة عليها خيمة الألوكاب اللي هي الجين 3 مع المظلة الجانبية اللي هي 270. نعم هني هذه طبعا المظلة والخيمة تتميز بسهولة الفتح والتسكير. تعرف كل رحال يبغي انه وهو طالع يستمتع ويخلص شغله بسرعة بدون يعني في التسكير الخيمة او المظلة شو هالأشياء بدون ما ياخذ وقت زيادة. طبعا احنا من هذا الشكل اللي تشوفه انت هنا احنا حاولنا نجتهد فيه واتوقع ان احنا اول شركة نشتغل على الديزاين مثل هذا. وايد شركات تسوي ادراج ووايدها بس احنا كنا كرياتيف في الامور. طبعا هني بس علشان اشرح لك عندنا هذا الدرج الكبير نقدر احنا نسحب الدرج او الاغراض من داخل السياره وتطلع عندنا في هالمكان. الدرج هذا احنا سوينا له ثلاجه هني راكب له ثلاجه هني جركنين للماي. الماي هذا هو مخصص للشرب اوكي ويتحمل طبعا وزن تقريبا 150 كيلو. احنا عندنا هني في الدرج الثاني عندنا هذا الدرج مخصص لاغراض الاكل او للاغراض اللي هي تبغي تحطها كستورج عندك. طبعا الدرج هذا مجهز انه يكون عندنا نحن هني مطبخ او غاز للشاي او للقهوه او للطبخ. هني عندنا اللي هي المغسله ومكان لتنشيف الصحون او اي شيء طبعا تبقى. كل هذا مجهزينه نحن عندنا في الشركه. أوكي. من الاشياء اللي سويناها بعد هني اشياء زياده هني عندنا ركن للشاي والقهوه عندنا ركن خاص للشاي والقهوه. الركن هذا بعد نفس الشيء سوينا له ديزاين على اساس انه والدرج مسكر اي حد يشوف الدرج هذا يعرف انه هو هني في ركن للقهوه وركن للشاي. زين ممكن ناخذ على الاشياء الموجوده بعد غير هذا احنا مسوينه مطبخ بعد نفس الشيء خارجي. هني عندنا فرن. الفرن هذا تقدر تطبخ فيه لحد او حرارته توصل لحد 180 درجه. تقدر تطبخ فيه انا يعني من تجربه ان تقدر تطبخ فيه اللحم الدياي السمك اي شيء هني في الفرن. وخصوصا انت ماسك خط يعني رايح ساعتين ثلاث ساعات تقدر تحط اي شيء تبغيه هني وخلاص وتشغل الفرن وتوصل المكان اللي تبغيه واكلك جاهز. وشو التفاصيل كلها اللي ممكن ناخذ على شوف طبعا هذا السيستم اللي هو الريدارك بس هذا سيستم استرالي يعتبرون اغلب الناس معقد بس الحمد لله احنا من الشركات القليله اللي تشتغل في هالسيستم وتجيده على مستوى عالي. طبعا هذا السيستم يخليك انت تتحكم كل شيء في السيارة من ثلاجة من سخان من فرن ثلاجة عندك اللي هو بمب الهواء بمب الماي كل شيء مشبوك على الجهاز هذا. وهذا طبعا ياخذ اللي هو الطاقة من او الباور من البطارية الإضافية اللي على السيارة. طبعا بطارية السيارة احنا ما لنا شغل فيها ابدا. احنا مبتعدين عن شغل بطارية السيارة كلها على البطارية الإضافية. الجهاز هذا طبعا تقدر تتحكم فيه من ناحيتين. الناحيه الاولى اللي هو من الكنترولر هذا اوكي الكنترولر هذا تقدر انك تشغل فيه اللمبات او تطفيها الجانبيه وكلها الجانبيه كل شيء اللي هنا تبغي او تقدر تتحكم فيه من الموبايل
اللي عندك وانت كنت بعيد عن الجهاز او شيء، تقدر انك انت تطفي كل شيء من هنا من الجهاز هذا. يا سلام، شيء جميل جدا. بالنسبة للبطاريات في حال شحنها شحن كامل كم تستمر؟ احنا عندنا البطارية اللي ركبة على السيارة 300 امبير تقريبا، اذا شغلت ثلاجة 40 لتر تتم وياك حوالي 10 ايام 12 يوم مع السولار. مع السولار طبعا، مع السولار. بدون السولار تتم شغاله وياك 10 ايام، مع السولار عادي تاخذ لك 20 يوم ما بدون مشاكل. في تحديات ممكن تمر على اي واحد يمتلك هالخصائص كلها؟ مثل شو؟ اي تحديات يمكن في اشياء ممكن تصادفه؟ اوكي، طبعا شغل الكهرباء هنا هني احنا يوم نسويه اي شيء ممكن الواحد يصادفه، انه ليت عنده يبند او فيوز يحترق. احنا من الاشياء اللي اضفناها هني او كنا كرييتيف فيها، عندنا هذا اللي هو مثل ما نقول احنا الخارطه او دروينج يبين كل جهاز شو سعه الفيوز اللي فيه وين مكانه. مثلا هني عندنا على رادار مرقمينهم، نحن عندنا اللي هو السي والدي، وفي ارقام، الارقام هذه كلها على الفيوزات اللي موجوده هني. الفيوزات هني ارقامها موجوده هني بارقام او بقوه الفيوزات اللي هي اللي موجوده في البوكس هذا. فطبعا مثل ما قلت لك ان هني كل الاجهزه هذه مرتبطه على جهاز الرادار اللي هو الكنترولر، ومن هني احنا محطين اكسترا سيفتي اللي هو الفيوزات الخارجيه. الفيوزات الخارجيه هذه القطعه هذه او الخارطه هذه اللي احنا مسوينها للديسبلي يتوضح لك انت اليوم انت رحت مكان، سافرت السعوديه، رحت اي مكان، وسبحان الله اخترب عندك مثلا بنقول اللي هو الووتر هيتر. الووتر هيتر تعرف انه هو الفيوز ماله 10 امبير وهو في سي 2 هني، فتشوف الجهاز او تشوف وين سي 2 موجود تفتح الفيوز وتبدل. اخوي عبد الله، انا لاحظت ان هني في ثلاجات مختلفه. نعم. شو الميزه؟ احنا عندنا طال عمرك اللي هي ثلاجات الدوماتيك باحجام مختلفه، عندنا ال 100 لتر، عندنا 95، عندنا من وهي نازل لحد ال 20 لتر. فكل انسان يشوف شو احتياجه من الثلاجات اللي يبغيها وياخذها على حسب احتياجه. طبعا هنا عندنا بعد نفس الشيء، احنا اوفيشال ديستريبيوتر للايكوفلو. الايكوفلو شركه معروفه في الالكترونيات، هذا مكيف هواء درجه حرارته توصل 16 درجه ان شاء الله، تقدر انك انت تحطها في الكرفان او عندك برا في خيمه او شيء وتستخدمه، يوصل لدرجه حراره 16. عندنا هذه الثلاجه، الثلاجه هذه تقريبا سعتها 45 او 44 لتر. هذه الزين اللي في الثلاجه هذه ان تقدر تحط هني فريزر وهني ثلاجه عاديه، او تستخدمها كلها كثلاجه واحده، انك تشيل القطعه هاي اللي في النص بارتيشن. ايوه بارتيشن، فتستوي كلها بغيتها يا فريزر يا ثلاجه عاديه على حسب درجه الحراره اللي انت تتحكم فيها، تتحكم فيها من هني. الشيء الثاني الزين اللي في الثلاجه هذه ان فيها ايس ميكر. ايس ميكر هذه، الايس ميكر هذه تقدر تسوي الثلج خلال كل 16 دقيقه، تسوي لك الايس كوبس. يا سلام. زين، وهنا طبعا هذه، هذه اخوي فايع كلها بطاريات متنقله بساعات مختلفه. انا بخلي وليد يشرح لك اكثر عن البطاريات هاي وشو الاستفادة أو شو الفائدة والغرض منها. وليد بليز يو اف يو كان اكسبلين مور اباوت ذس برودكت. سو وي هاف ايكو فلو ريفر سيريز، ريفر 2 اتس 300 واتس، ايكو فلو ريفر 2 ماكس اتس 500 واتس، ايكو فلو ريفر 2 برو ويتش از 800 واتس. So if you buy this one, so you can go outside, you can charge your phone, your batteries, your camera batteries, your laptop, anything on the go you can do it. And we have more here, Delta series. So Delta series starting from here, Delta 2 we have, it's 1800 watts. We can attach extra battery also. And then we have Delta Pro and we have Delta Max. Delta Pro we have 3600 watts. We can add two more batteries. So this is extra battery. That mean how many hours that can last? It depend like what you are using. Like if you guys like want to run 1 ton AC, so 5 to 6 hours you can use on this device. And plus some lights and
some coffee machine, speaker and other stuff also you can use. And this one we have dual fuel generator. Mm-hmm. You can use on fuel also and gas also. Mm-hmm. This one will give you on the fuel 1700 watt and LPG gas it will give you 1600 watts. Very less noise and all devices comes with 5-year warranty. We have our service center in Dubai, Algoz. Mm-hmm. Thank you. Thank you, sir.